بسم الله الحمد لله ربنا آتنا نسكنا وآتنا توفيقك إيانا إنك أنت المبارك لنا وأنت الذي ترسل إلينا نعمك بدل نقمك نحمدك على تفضلك علينا ورحمتك بنا يا رحمن يا رحيم. يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أمر مقصود من سيأتي هذا الخبر، قل من متوجه لنبينا عليه السلام المعلم الأكبر من المخلوقات، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أي من تطربوا في بعدهم عن حدود الله وعن الأخلاق الفاضلة. يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسمش يقول ترى ماذا سيقول نبينا عليه الصلاة والسلام مبشر لنا حين يأخذ هذه البشرى من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.